بسم الله. الدرس ديالنا اليوم هي الجاليت دوغوا ان شاء الله بكل التفاصيل. انتم تشوفوا النتيجه ديالها، تشوفوها مسبقا من بعد الريحه ديالها راه كتجي. اولادي دابا راه كيتسناوها. انت ها ولات اللي كيتسناو، انت ما كتسنيها، انت صايمه اليوم. حتى انا كنتسنى، انا كنعطر. غنشوفوا الداخل باش جاتنا ديك اللوزه ولا لا. ها الكاليتي ديالنا هاي نزل نزل كتبي ما بغيتش من بعد. ها انتوما ها واو. ان شاء الله هذا هو الدرس ديالنا. اللي كيشاهدنا اول مره ما ينساش يشترك في القناه وينقر على الجرس يوصلوا الجديد ويدير اعجاب وحطوا التعليقات ديالكم. الصحة والراحة. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله جيناكم في الكاليت دوغوا، بما انه كتعرفوا دابا الوقيته ديال الكاليت دوغوا عادي كيخصها لا بات فيتي. بات فيتي درناها معكم. اش باقينا كريم باتيسري درناها معكم. اللي ما شافش الفيديو ديال البات فيتي راه غادي نلوحوا الرابط ديالو في صندوق الوصف. هو وديال الكريم باتيسري يعني كريمه الحلواني. بالنسبه للكريم داموند انا غادي نجدو معكم حتى نسرحوا هاد لاباط. غادي نجدو معكم كريم داموند وكلشي هادشي راه ساهل. شتي ملي تكون عندكم لاباط فيتي مجدينا في الدار كتقطعوا مورسو. بغيتي ديرو نتوما مثلا غير 5 ديال الاشخاص ولا 6 غادي تعجنو غير 300 غرام ديال الفاري بركه تجيكم ساهله. انا يعني قدرت نص كيلو غادي يخرج عليا كبيره. نتوما ديرو غير شويه. لي زامون درت انا هنا 80 غرام ديرو غير 40 غرام بالحاجه ديرو النص في الكميه. يعني ساهله ما كاينش حاجه مكلفه. وانت راه شرحتي بطريقه مفصله لا بات فيتي كيفاش تخرج لكم مزيانه وحنايا دابا غادي نخدمو بها ان شاء الله. بسم الله غادي نسرحوا لاباط فيتي. وكما تنقول لكم الا كنسرحوا لاباط فيتي ما تكثروش لافارين بزاف. ها انتم هي فيها سيتو اما سيتو صافي غادي نسرحوها. بسم الله فيما تكونوا كتسرحوا تبان لكم لاباط لصقات مع الارض صافي ديرها خاصها شويه ديال لافارين. دابا كيف ما سرحتي لاباط ماشي ضروري كدير ماشي ضروري اتجاه معين. لا دابا كنفصلوها دابا فيما سرحناها مزيان غادي تسرحها رقيقه. واه ماشي بزاف شويه حيت تكون دوبلا مورسو فوق مورسو. انا غادي نحاول هذه يعطيني جوج ديال المورسوات جوج ديال القطع جوج ديال القطع. السمك ديال العجيب مزيان جوج قطع تقريبا شي جوج مليم ولا ثلاثة. عندي السمك ديالها بحال كنسرحو غليظ بحال ملي كنسرحو الملفي شوية غليظة عليها شوية غليظة شوية غليظة على الملفي شوية. بلاتي باش كنوري ليهم القط. ها انتوما السمك ديالها واحد جوج المليم غير هي لاباط إلا كتسرحوها ما تبقوش تعافرو معاها. علاش؟ إلا بقيتو كتوركو عليها بزاف ملي كتسرحو كتبقى تجمع سكرا بالخاطر سيرو معاها. يعني الا تعصبتي معاها تعصب معاك تعصب معاك حتى هي. هانتوما دابا هنايا انا تشطرت معاها باش تخرج ليا جوج ديال القطع. هانتوما دابا هنايا غادي نقطع المرصويات ديالي القطع. هذا القطر ديالو شحال؟ هذا 28 سنتيم. هذا ديال شحال؟ هذا ديال 12 ديال الناس يعني ديال عدد كبير. وي ولي لاحظت ان درتي غير نصف الكميه ديال العجين ديال 500 غرام طحين. يعني الا درتو نتوما 250 غرام راه قاداكم ديال الدقيق تعطيكم واحد الكاليت كبير. فوالا يتراسيو غير هذا الاطار. انا هذا درتو وفي شويه هذا الفوقاني. يعني جوج القطع ما يكونوش قد قد وحده تكون التحتاني تيكون فيه لافارس ولا كان فيه لافارس كيكون بومبي. الفوقاني خصو يكون وفي عليه شويه ماشي سنتيم ولا جوج سنتيم. واحد نقطه اخرى
هاد لاباط فيتي اللي كتشيت لينا ماشي بحال الباط سكري ولا باط بريزيل باش نقدروا نجمعوها هكا، لا كنحطوها بحال هكذا مورسو على مورسو، ما نضيعوش هاد الديبري او هاد الطرف اللي شايطين. انتما دابا هذا العجين اللي عجنت معاكم ديك المره دايره في ميكا دايره في الثلاجه، نجيبها ضروري تبقى في الكيس بلاستيكي. اه وي اه هيا غادي نحلها وغادي نحط هاد القطع باش ما يضيعوش لي هاد القطع هادو. فوالا هاد الطريقه ديما اللي كنديروا العجين المورق. دابا ما شيط ليا تطريفه ديال العجين. هاد العجين المورق ديما ملي كيشيط لينا كنجمعوه في بلاستيك. الا كنا غادي نخدموا به من هنا يومين ولا ثلاث ايام ماشي مشكل، كنا غادي نعطلوه بزاف ماشي مشكل. يعني فين غادي نديروه؟ في الثلاجه لتحت بوزيتيف. كنا غادي نعطلوه مثلا واحد 10 ايام 15 يوم نطلعوه للمجمد. دابا بالنسبه للكريم داموند، كريم داموند عندنا ديما نديرو العبارات كلشي بحال بحال. دابا هادي الحشوه ديال الكاليتو ياك؟ وي تماما. دابا عندنا الزبده 80 غرام تكون غامولي تكون هانتو مرطبه ماشي قاصحه شوف 80 غرام. عندنا كريم باتيسري ملي كنا نصوبها ناخذوا 8 تاع هي منها 80 غرام. عندنا اللوز، عندنا اللوز سواء انا درته بقشرته، بغيتي ديروه مفسخ ديروه، بغيتي تاخذوا اللوز وتفسخوه ديروه بحال بحال، غير انا كنفضل هذا كيكون عنده المذاق مزيان. الا بغاو يديروا البودره ديال اللوز البيضاء يعني. بغيتي ديروا بودره اللوز البيضاء ديروها، المهم انا كنبغي انا هذا الاسود يعني وراه كيكون بنين بقشرته تيكون بنين كيكون بنين. هنا 80 غرام ديال السنيده السكر سنيده. هنا جوج بيضات صغار ولا كبار؟ وغير صغار حيت فيهم بغيت فيهم 80 غرام. هنايا درت واحد البيضه حيدت منها شويه ديال البلوندوف، خليت غير النص ديال البلوندوف والجوندوف ديالها. هادي غادي نزيد ليها واحد شويه ديال الكريم فريش باش غادي ندور الى الكاليت ديالي من الفوق. دابا هادشي ما غادي نحتاجش انا الماكينه، غادي ندير الزبده ديالي هي الاولى. واحد الملاحظه انا قلتي هاد عندنا هاد المكونات المقادير ديالها كلشي بحال بحال، كلشي بحال بحال، حتى حاجه اللي زدنا فيها نزيدو من كلشي، يعني خمسه المكونات نفس القياس. الله الوصفه سهله. انتما السنيده مع الزبده. اجيو الكريمه الحلواني واش نقدروا نستغناو عليها ولا لا؟ ولا بغيتو ما ديروهاش ما ديروهاش، ولكن علاش هي كنديروها؟ هي اللي كترطب لينا هذيك الكاليت. اييه باش ما تقلش. حيت دابا هذا الا ما درناش هذا كيتسمى كريم داموند، هذا اللي هو اللوز البيض الزبده السكر كريم داموند. ملي كنزيدوها كريم باتيسري كتسمى فرانجيبان. اه وي وبهذا ولا زدنا لها كريم باتيسري اش كيوقع؟ كيرطب لينا هاد الحشوه. راه ملي ذقناها كتجي معلكه وفقه. ديروها بلا كريم باتيسري ديروها ولكن تجي ناشفه. كتعرفوا الكريم داما تجي ناشف. حيت انا طرحت هذا السؤال لان غادي يطرحوا علينا الناس ويقول لك واش ضروري ديك كريمات الحلواني. لا لا بالضبط. هانتوما البيض هاني بشويه بشويه باش يتخلط ليا بشويه بشويه. نخلط. دابا ملي كتكون عندنا كمية قليلة نخلطوها غير بيدينا. فوالا غنزيد اللوز ديالي. فوالا هانتوما الشاكي واقفة. دابا غادي نزيدو لا كريم باتيسي ديالنا. كتنسجم مع مزيان. هانتوما هي الكريم ديالنا بلا ما نديرو لا روبو ولا هانتوما. ملاحظة هاديك الكريمة الحلواني طحنتيها خاطر مزيان. وي ضروري ديما لا كريم باتيسي ديالنا خاصها طحن باش ما يكونش فيها ليك ما ولا شي. القوام ديالها تجي منسجم. فوالا دابا غادي نجيبو القطاع ديال لاباط فيتي اللي درنا. فوالا هاهي العجينة ديالنا. نعقلوا على القطعه التحتانيه ونعقلوا على الفوق. وي حيت شويه الفوقانيه زايده ملي كتكون الحشوه في الفوق كيخصنا نعلموها باش ما ت اييه. فوالا بسم الله غادي نكب الحشوه ديالي نكبها كلها حيت انا داير بحساب
هذه اللي غادي تهز لي هذا الشيء هذا بلا ما نديرو لا جيب حلواني ولا والو. لا لا اش غنديرو جيب حلواني اش نبقاو نكلفو على راسنا. هانتوما ها هي كنخلي واحد الحرف كنخلي واحد الحرف هنا فين غيتلصق ليا لاباط مع لاباط. غتصدقوني هاد الكاليت كتجي واعره واعره. انا راه ممكن نديرها صغر من هكا ولكن ندير بحساب وليداتي. يلاه تجينا هادي قالت قدرا كلشي بغى الكاليت قال لك فين هي الكاليت. غادي اجي هذيك لافيف ولا هذيك اش نقولوا لها هذيك كاينه الفوله بغيتي نديروها حتى هي ودير علينا سيدي ديرها هذيك نقدروا نديروها دابا نقدروا نخليها طاكا طيب باش طاكا طيب وكتدخلها في وسط منها نقدروا بلاتي هي كاينه نقدروا نديروا اللوز نديروا ماشي ضروري ذاك البياسات اللي كيتباعوا ديال ديروا اللوز ولا اللي بغيتو شي حاجه اللي تفرح تكال حتى هي هيا غادي ندير واحد اللوزه نديرو غير واحد الملك ولا الملكه ما نديروش جوج لا لا غير وحده فوالا هنا دابا كنصدر لك صدر لك الكاليتي ديالي شويه القطعه الكبيره هي اللي درنا من الفوق هما كتحاول تلصقها فوالا نحاول هنايا تنورك نوركو عليها مزيان نوركو باش لاباط تسد ما تخرجش ليا الحشوه عاد هنا تناخذ الموس بالبلاصه الحافيه الظهر ديالو الظهر ديالو تنورك بصبعي هانتوما الطريقه تنورك وكنضرب على صبعي ها وكنورك باش لاباط ديالي كتلصق ندور دابا هي دوزت ليها الموس من الجناب وهذا البيض هذا درت الصفر ديال البيض كله والماء ديال البيض درت غير النص ديالو وشحال غادي تزيد لينا ديال الكريمه غادي نزيد معلقه صغيره اشنو الطور ديال هاد الكريمه هاد الكريمه هي اللي كتعطيها واحد البرنيوم من فوق ل اللمعان يعني اللمعان ها انتما شويه راه ماشي بزاف الا ما عندكمش ما ديروهاش غير معلقه صغيره صافي اللون كتعطيها اللون كتساعد في اللون ديال الكاليت وما تنساوش بانه انا هاد الكاليت ما غاديش نطيبها اليوم انا دابا هاد البيض اللي درتو غادي ندير عليها السلوفان وغادي ندخلها تبات في الثلاجه ماشي في المجمد غير في الثلاجه علاش باش كتشرب ليا وهداك الحشوه كتقصح لداخل هانتوما دابا هنا غادي نبيكيا واحد اربعه ديال التقيبات وعلاش هاد التقيبات باش ما تنفخش ليا الكاليت خلي الكاليت صامطه ما تنفخش ولا تنفخات يمكن بزاف تفرقع ياك تفرقع وغادي تولي كتفقد داك الديكور ديالها حتى داك الديكور اللي غادي نشرطوها حتى نبغي ندخلوها الطين يلا دابا غادي تبات عندنا حنا في الثلاجه تبات في الثلاجه حتى الصباح ان شاء الله الكاليت ديالنا بعد ما صوبناها وباتات في الثلاجه غنروح ندير لها السلوفان كنا درنا لها لا دوري كلشي دابا غادي نعاودوا لها لا دوري ديالها مرة ثانية نحاولو ما نخليو حتى شي بلاصة ما قايساش لا دوري وغادي نديكورها بالموس الديكور اش غنديرو تناخدو السونتر ديال الغص ديالها ها هو وغادي نجربو به واحد الموس هاكا باش نحاولو يجيني مقادين نقسمها على أربعة ونقسمها على أربعة داك الموس واش وجهو ولا ظهرو لا على ظهرو البلاصة الحافية ها راه الملاحظة كتبقى الزوقة كل واحد يتفنن الزوقة كل واحد يدير اللي بغا تفننوا مع راسكم انا باش نخرجها مقادة تنقسموها على ربعة وكنبقاو نزوقو كل ربع بوحدو نقدروا ديروا ديكورات مختلفين كتبقى كل واحد واللمسة ديالو تماما فوالا انتوما تشوفو كي كتبان صافي دابا ندخلوها الفران درجة الحرارة ديال الفران غادي يكون 180 غادي يضرب 5 ديال الدقايق غادي نهبطوها ل 170 5 دقايق أخرى نهبطوها ل 150 ونخليوها تقريبا واحد نص ساعة طيب تبان لينا تحمرات مزيان الكاليت ديالنا من بعد ما دوزات 20 دقيقة ياك هانتوما 10 دقايق في 10 دقايق دغيا نسدو الباب باش دابا باقي لي تقريبا واحد نصف ساعة يلاه بدات كتنفخ وكتحمر الكاليت ديالنا ها هي بعد ما دوزات الساعة ديال الماكانة
الخضر. غادي ندوز عليها السيرو دو باز اللي كنخدمو به ديما الحلوه باش كتجينا بريو من الفوق. غادي ندخلوها للفران واحد 5 ديال الدقائق. الكاليتي ديالنا ها هي واجده. شو عرفتي هذيك لا بريونس اللي عطاها هذا السيرو كاتشي. باش ما تعرقش من التحت. احنا درنا معكم قالي الدغوا بالدعاء الزيد سهله التحضير، بامكان اي واحد يصوبها ويجدوا غير لاباط فيتي ديالكم.